سلام عليكم. طبعا كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم، يا رب ينعاد علينا وعليكم بألف مليون خير. الأسعار غالية والدنيا نار، واللحمة غالية والفراخ غالية. تعالي جبت لك الحل اللي هتخشي بيه رمضان وانت قلبك مطمن. هتروح عند الجزار وهتجيبي كام ماسورة زي الأخت سعيدة. أخونا سعيد راح اشترى لها شوية مواسير، هتعمل منهم حلة أو طاجن كوارع بالمواسير بالبهاريس. بدل ما تشتري كارع فوق ال 160 وال 180 وال 200 جنيه، الله أعلم بقى الدول التانية السعر عندهم هناك بكام. زي ما احنا شايفين شوية بهاريز مالهمش أي 30 حل. هتقطع بمنشار طبعا، بس المهم ركزي في الشطة، حاولي تجيبي 2 3 كيلو شطة زي ما احنا زي ما انت شايفة كده الأخت سعيدة اهي. انزل بالطشة هتطلع أحلى طاجن بهاريز وأحلى طاجن كوارع. وفرتي، مش لازم بقى المحمر والمشمر في رمضان. 2 كيلو ملح ما تنسيش الوصفة، ماشي؟ شوفي بس النهاية وخدي بالك، ده عندها عزومة أصلا، يعني سعيدة عندها عزومة. ما راحتش بقى، جابت الغالي. الله، والله مش هتبقى، خدي بالك هتبقى طعمها جميل جدا. العزومة تمت وأختها جت وجوزها قعد. هل اتبطروا؟ ده هي عازمه اختها وجوزها، وهتلطعها زي ما هي بألف هنا وشايفها سعيد. يا ريت تعملوا كده في رمضان. وفر فيديو فيه نصايح كتير، بلاش يعني رمضان مش اكل وشرب بس، يعني مش ناكل وننسى ما نصليش. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. مع السلامه.